وفاة الممثل روبن ويليامز عن عمر يناهز 63 عاما. توفي الممثل في كاليفورنيا بعد انتحاره عن طريق الشنط بعد أن عانى الرجل من اكتئاب حاد. يعتبر روبن ويليامز من عمالقة ستاند أب كوميدي، وقام بالعديد من أدوار البطولة في أفلام كوميدية كلاسيكية كما في جومانجي ودوت فاير، وكان له مساهمة في مساعدة المشردين من خلال إقامة حفلات لجمع تبرعات لهم. سيترك روبن مكانه فارغا في عالم الفن. Oh,